في المركز العاشر المصري محمد صلاح ب10,400,000 جنيه استرليني. الجزائري رياض محرز في المركز التاسع ب10,400,000 جنيه استرليني. في المركز الثامن البلجيكي إيدن هازارد ب10,400,000 جنيه استرليني. في المركز السابع الإنجليزي هاري كين ب10,400,000 جنيه استرليني. في المركز السادس الأرجنتيني سيرخيو أغويرو ب11,440,000 جنيه استرليني. في المركز الخامس البلجيكي روميلو لوكاكو ب13,000,000 جنيه استرليني. في المركز الرابع البلجيكي كيفن دي بروين ب14,560,000 جنيه استرليني. في المركز الثالث الفرنسي بول بوغبا ب15,080,000 جنيه استرليني. في المركز الثاني الألماني مسعود أوزيل ب18,200,000 جنيه استرليني. وفي المركز الأول تشيلي أليكسيس سانشيز ب18,200,000 جنيه استرليني.